تعالوا كده بقى نبدأ ندخل قلب العاصمة كده نشوف الدنيا فيها ايه من جوه. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. قبل ما نبدأ الفيديو حابب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وبتكتب لي كومنتات جميلة بالشكل ده. فيديو النهاردة مختلف عن باقي فيديوهات القناة، هنلعب جيم بلاي في جي تي اي 5 وهنروح امارة دبي في الامارات العربية المتحدة. وطبعا لو عجبك المود وعاوزني انزل فيديو بطريقة التركيب اكتب لي تحت في الكومنتات وهحاول انزل فيديو في اقرب وقت ان شاء الله. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، واسيبكم مع الفيديو ومشاهدة ممتع. نعمل له ايه؟ نكبر له شعره شويه. هتعمل ايه بالماوس؟ حط له دقن صغيره كده، خلي له الدقن الكبيره دي. بس شكله عجوز قوي، هو اصلا مايكل عجوز بس نلبسه نقدره بقى. طب والله شياكه يا عم. يلا بينا نطلع على مطار تريفر. طبعا مش هروح مطار لوس سانتوس، مفيش مكان هناك ولا في جراج ولا في اي حاجه. احنا عندنا طياره هنا في مطار تريفر، ناخدها ونطلع بيها على طول على الامارات. تعالى بس نحط مارك كده على مطار تريفر. ايوه هنا، يلا بينا. طبعا الدوج دي انا ركبتها في فيديو تقريبا، الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبله على حسب يعني ما الفيديو هينزل. بس الدوج دي جامده بصراحه. بس في دبي الجي 63 مستنيني هناك، لازم عربيه سيوف بقى هناك في دبي وكده. وصلنا المطار اهو، طياره واقفه مستنيانا. ايه ده؟ اه ده اللي كان بيظبط الطياره كده. نركن فين؟ عاوزين نرجع نلاقي العربيه دي موجوده تاني. هنخش ركنها جوه هنا. ايوه كده، يلا بسم الله نركب الطياره بتاعتنا. طبعا شوف فاتح لنا الباب ومروقين لنا على الدنيا خالص. هو يا دوبك نركب ونطلع على طول. يلا بسم الله، صلوا على النبي يا شباب. المفروض نروح بتريفر لان تريفر له خبره شويه في الطيران، بس الدنيا يعني متروقه في دبي والمطار واسع. حدد كده الاول على مكان المطار، مطار دبي ده مطار لوس سانتوس، يبقى هو فين؟ هو هنا كده في المنطقه دي كده تقريبا كده يعني. هنا مسافه كبيره قوي. تعال نحدد بس العلامه هنا. يلا نروح باتجاه العلامه، واكيد هنشوف طبعا برج خليفه لوحده ما شاء الله يعني. ايضا ظهر لنا زي الايقونه. يلا بسم الله، طيارة خاصة بقى، وأنا جايب اللون الذهبي ده. الطيارة البيضاء لقيتها مش هتليق على دبي وكده. الله بسم الله، طبعا طيارة خاصة دي كراسي ودخل عجل كده. تقريبا دبي بنت من هنا تقريبا، ولا ايه دي دبي دي؟ مش ممكن. اه هي دبي، الابراج بتاعتها يعني ما شاء الله. طبعا السحاب مغطي شويه بس المدينه بنت من هنا ما شاء الله يعني. نشوف طيب المطار فين وهننزل على انهي مدرج. ان شاء الله 30 برج خليفه ناطح السحاب المدرج اهو. نروح كده بس ناخده من هناك عشان باب الخروج والعربيه بتاعتي تقريبا مركونه تحت هنا في الضلمه. تعالى نروح كده من على اليمين ونلف ننزل في المدرج رقم 2 ده ونبدا ننزل عجل. مايكل في الهبوط على قد شويه بس انا مرفع له السكيلز بتاعت الطيران كامله 100% تقريبا. ده ملف السيف ده انا كنت نزلته قبل كده برضه، هو برضه على قد شويه بس الحمد لله. انا المطار كبير، انزل بقى انزل. عاش، وصلنا بالسلام. العربية بتاعتنا فين بقى؟ تعال نحط الطيارة هنا كده عشان برضو هنحتاجها واحنا راجعين. خلينا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. دبي من بعيد يعني حاجة خرافية يعني ما شاء الله عليها يعني. اخواتنا في الامارات عاملين شغل جامد بصراحة، بس انا مش شايف برج العرب. المفروض في برج عرب تقريبا هنا في الامارات تقريبا، هناك ده متحف دبي. هروح دلوقتي وهنشوف كل حاجة مع بعض. بس انا كان العربية بتاعتي كانت هنا، اتفقت معاهم على جي 63 بس مش عارف حطها فين بصراحة. العربية بتاعتنا ايه؟ انا جايبها جي 63، كنت عايز اجيب هنا بي ام ولا حاجة، بس زي ما انتوا شايفين كده الدنيا صحراء وبتاع، فلازم عربية اوف رود او سيوف. يلا بسم الله، الطريق تقريبا من هنا. اه هو الكوبري اللي هناك ده والجسر اللي هناك ده، بس عايزين نطلع بس الطلعة دي. المفروض ليها طلعة من هناك بس احنا مش هنلف ده كله طبعا. العربية هتجيب ولا هتتخبط؟ لا هتتخبط كده. خبط؟ اه هتتخبط. لا ناخدها من ورا، عربية من ورا اعلى المفروض يعني. طلعت الحمد لله. الجي 63 برضه وحش، خبطه خبطه صغيره كده. طبعا انا بصراحه مش عارف كل اسامي المباني دي، انا اعرف برج خليفه وبرج العرب والمتحف وشويه حاجات كده موجوده في دبي. هو ده تقريبا برج العرب؟ لا مش ده، هو ده تقريبا برج العرب. لا مش لاقيه بصراحه، ولا هو ده باين تقريبا يعني. اكتبوا لي تحت في الكومنتات يا جماعه لو حد عارف دبي وكده. طبعا دبي كبيره وشوارع توهان وحاجات من دي، فتعال نكتشفها كده واحده واحده علشان ما نتوهش وما نسيبش اماكن. اللي هناك دي تقريبا متحف المستقبل اللي كان مفتوح قريب ده، مش فاكر تقريبا هو ولا مش هو، بس نفس الشكل تقريبا. في شويه اماكن هناك كده تقريبا لازم نعدي عشان نروح لها. نعدي من على الطريق كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. المباني دي كلها طبعا مش شكل وبس، لا دي مدينه فعلا، وبتقدر تطلع على المباني وكده عكس المود اللي كان قبل كده. كان مود عن دبي برضو في شويه مشاكل، تحس ان المباني ورا اللي هي رسومات بس. نروح على خليفه الاول ولا نروح على الاماكن دي؟ تعالى على فكره في هنا اماكن كتير جدا جامده.
بس تعالوا الاول نشوف الاماكن اللي هنا، بعد كده نروح نشوف المسجد، وفي حاجات كتير جدا هناك هنشوفهم كلهم دلوقتي. عندنا هنا ده برج خليفة، هو اكيد يعني هو مش في المايه كده في دبي، ولكن علشان يعني جي تي اي وكده فمطور المود حاول على قد ما يقدر ان هو يخلي كل حاجه واقعيه. المبنى اللي هناك ده شكله جامد بصراحه، عامل زي المبنى ده تقريبا موجود في الكويت. وجنبنا هنا مطار لوس سانتوس، احنا كنا هنا في لوس سانتوس كنا وصلنا على طول في دقيقه. ما شاء الله، صلى على النبي يا شباب. ده في هناك كمان سفينه ايه، في استخراج بترول، دي تقريبا آلة استخراج بترول او حاجه زي كده. وفي مسجد هناك اهو، انا ما شفتش الحاجات دي وانا جاي ازاي. انا ما رحتش اصلا تقريبا هناك، احنا كنا عند المبنى اللي ورا. عايزين نروح نشوف استخراج البترول اللي بيحصل هناك في المسجد ده بسرعه كده، بعد كده ايه نخش نكتشف قلب المدينه بقى من جوه. انا شايف كده في اهرامات وفي حاجات كتير يعني. ايوه مسجد ده تقريبا هو مسجد، في تقريبا دول عربيات مهندسين البترول موجودين هنا. مسجد بس لسه تقريبا تحت الانشاء. في كمان بيوت هناك ايه صغيره، ودي طبعا آلات استخراج البترول على حد علمي يعني. في كمان طيارات هليكوبتر، يعني الدنيا كويسه قوي هنا في دبي يعني. المود شغال يعني، من ناحية شغال فهو المود شغال، وفي عربيات ماشية في الطريق وفي حاجات كتير. تعالوا كده بقى ايه نبدأ ندخل قلب العاصمة كده، نشوف الدنيا فيها ايه من جوه. المنزل ده على ما اهلنا بقى، انا طبعا جايب عربية سيوف، عامل حساب على الحاجات دي كلها والرمل والحاجات دي كلها. طبعا الجي 63 في الحاجات دي يعني ممكن كمان تبقى اقوى من الرينج روفر في الموضوع ده. ده متحف تقريبا او حاجة زي كده، ما شفتش بصراحة المكان ده قبل كده ولا حتى في صور في دبي بصراحه يعني. كده مونديال قطر ده، احنا تقريبا كده دخلنا على قطر. لا ده روسيا 2018، هو مبنى مدينه دبي للاعلام اهو، سي ان ان بتاعت الاعلام برضو، ومجموعه قنوات ام بي سي. كل الاماكن دي موجوده في دبي فعلا، وموجوده كمان في المود ده. وده تقريبا استاد مش عارف بصراحه الاستاد ده موجود فعلا ولا مش موجود، بس انا تقريبا عارف المسجد ده والمباني دي كلها برضو انا عارف، انا شفتها قبل كده موجوده في دبي. كده نخش نكتشف المسجد ده الاول، هو تقريبا مقفول بس عليه آيات قرآنية يعني إن شاء الله يعني. يعني العامل المود ده بصراحة هو أتقن كل حاجة بيعملها بصراحة يعني. وتقريبا هنا ساحة، وكان في هنا لما كان بيعرضوا مونديال قطر وكده، الماتش ده تقريبا بتاع السعودية وروسيا كان كام الدقيقة كام دي؟ لا ما كانش لسه الخمسة جون تقريبا. دلوقتي السعودية لو دخلت باللعيبة اللي معاها دي يعني مش عارفين ايه اللي هيحصل بصراحة. طبعا انا ماليش اي علاقة بالكورة، انا معرفش اي حاجة في الكورة ولا حتى متابع يعني، هي اخبار بسيطة بس كده اللي بسمعها. طبعا المسجد برضه هو متقنه بشكل كويس جدا، والمباني دي المباني دي تقريبا في زيها في الكويت او حاجة زي كده. طبعا هنزل برضه مدينة الكويت هنا برضه في جي تي اي وقطر، وكمان مود باريس، انا مش عارف ايه التمثال ده بصراحة. ناخده سكرين كده ونشوفه على جوجل، فاتأكد انك عامل اشتراك علشان تشوف باقي المدن معانا هنا على القناة. طبعا لو انت مكمل الفيديو لحد هنا فحابب اقولك ان بحبك، وعندنا برضو القناة التانية يوسين لايف هسيبها لك تحت برضو في وصف الفيديو لو حابب تعمل اشتراك هناك. انا ما جيتش الاماكن دي بصراحة، انا عارف المبنى اللي هناك ده الاستاد ده تقريبا. لا بصراحة دبي جميلة جدا. ده هو استاد فعلا، لان دي مدرجات تقريبا هنا حلبة سباق او حاجة زي كده يعني. طب احنا هنمشي منين بقى؟ مش عاملين لنا طريق هنا، الشمس بدأت تغرب اهي. طبعا بصراحة المود ده جامد جدا جدا جدا. لو حابين انزل فيديو طريقة تركيبه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله بإذن الله قريب جدا لو لقيت فعلا انتم محتاجينه هنزله هنا على القناة دي او القناة التانية اللي هي يوسين لايف. عايز اخش الاستاد ده. انا بصراحة اول ما ركبت المود ده كنت فاكر بس اللي هو برج خليفة وبرج العرب والحاجات البارزة يعني في دبي، ولكن يعني لقيت حاجات كتير جدا جوه المود ده، من استاد دبي لحاجات كتير جدا، وعندك مونديال قطر والمسجد. عندنا هنا برضو سفينة اهي، كل ده تقريبا في الاستاد. طب انا عايز اشوف الاستاد من فوق. طيب كده عايز اخش قبل الغروب، وعايز برضه اشوف المدينة بالليل الاجواء فيها عاملة ازاي، هل الانارات دي كلها شغالة وحقيقية فعلا، ولا مطور المود ساب بعض النقط. لسه في اماكن قدام ما اكتشفناهاش، بس ده تقريبا برضو تكمل لحلبة السباق. هو تقريبا ما ينفعش نخش من هنا، لازم نعدي من هناك، واحنا تقريبا كده فعليا في قلب الاستاد. طبعا يا ريت يعني اللي عارف دبي وكده يكتب لنا تحت في الكومنتات ايه هي الاماكن دي. تقريبا مفيش حاجه تانية، وفاضل بس اللي هناك ده، ما فاضلش بس غير المنطقه دي. ده تقريبا ده سباحه ولا ايه ده؟ تقريبا دي اختبارات سباحه او حاجه زي كده. رولكس ان شاء الله يعني. المود بصراحة كبير جدا جدا جدا. حابب اوريكم شكله من فوق كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة المدينة كبيرة جدا يعني، كل الاماكن دي اكيد انتوا عارفينها يعني. عندنا هنا مدرج المطار وكل الاماكن دي، وهنا تقريبا ده الاستاد اللي بقولك عليه اللي هو فيه سباقات سباحة وسباقات عربيات ريس تقريبا، وفي ملاعب الاستاد اللي هناك ده زي ما قلت لك. في اماكن كتير فعلا موجودة في المود ده. وطبعا برضه زي ما توقعت انا قلت اكيد
يعني مطور المود ده ما سابش الاستاد من جوه، وبرضه صمم الاستاد وصمم، حتى كان في مباراة وقت ما خد التصميم بتاع الاستاد ده تقريبا فرنسا وكرواتيا، ده ماتش النهائي تقريبا بتاع كأس العالم 2018. بس بصراحة يعني المود ممتاز ممتاز جدا. كمان برضه زي ما توقعت هو ما اهملش حتى الإضاءة الليلية في المدينة، ممكن بس هو قلل شوية في الإضاءات، ولكن المدينة فعلا الأضواء نورت أهي والدنيا فيها كويسة. حتى هنا كمان الإستاد منور أهو في الساعة تقريبا 12:30 في نص الليل، الإستاد والأبراج دي منورة ما شاء الله، يعني تصميمات جامدة جدا جدا جدا. طب قبل ما ننهي الفيديو احنا عايزين نشوف برج خليفة. زي ما انت شايفه كده هو ممكن ما يكونش حاطط الأضواء اللي هي فعلا في برج خليفة أضواء مذهلة جدا بصراحة، ولكن هو ما اهملش حتى البرج ولا اهمل برج العرب، وكل الاضواء هي منوره، حتى المبنى البعيد جدا اللي هناك ده ظبط الاضاءه فيه برضو، وبرضو المباني اللي عامله زي مباني الكويت دي كلهم اضاءات ممتازه بصراحه. بس كده ده كان كل حاجه معانا في فيديو النهارده، بتمنى انه يعجبكم، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك. طبعا لو عايزين ننزل مدن تانية وناخد فيها جولات اكتبوا لي تحت في الكومنتات، توصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. والسلام عليكم.